مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي الليلة. ساعات ويبدأ أو ينطلق مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم في نسخته رقم 61. الأهلي هو صاحب الأرقام القياسية وله نصيب الأسد في هذه البطولة برصيد 41 بطولة من بطولات الدوري المصري من 60 نسخة مكتملة لهذه البطولة. ترك النادي الأهلي فقط لكل المنافسين وكل من شاركوا في تحقيق عدد من البطولات 19 لقب فقط من أصل 60 لقب أو 60 بطولة زي ما قلنا لحضراتكم، وبيمتلك النادي الأهلي في رصيده ضعف كل ما حصل عليه باقي المنافسين مكتملين، كلهم مجتمعين حققوا فقط 19 بطولة، بينما تفوق النادي الأهلي وضعف هذا الرقم في مواجهة كل المنافسين وكل المشاركين على مدار تاريخ ومشوار بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم اللي مجتمعين حققوا فقط 19 لقب للبطولة. إن شاء الله الساعة 5:30 مساء الغد بإذن الله بتنطلق انطلاقة النادي الأهلي أو بتبدأ انطلاقة النادي الأهلي ويبدأ مشواره في البطولة بمواجهة فريق سموحة. نتمنى التوفيق لنجومنا وفريقنا إن شاء الله بقيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة ريني فايلر المدير الفني السويسري وجهازه المعاون، وبإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذا اللقاء، وتكون أيضا انطلاقة جديدة تضاف للنجاح الكبير في بداية الموسم بالفوز المهم جدا على المنافس التقليدي في مباراة قطبي الكرة المصرية ومباراة القمة السابقة في دوري السوبر أو مباراة السوبر المصرية، اللقب اللي حققه النادي الأهلي في بداية هذا الموسم بالفوز على الزمالك 3-2. خلونا نتكلم أو نتوقف مع حضراتكم شوية في ملاحظات مهمة أو عدد من النقاط المرتبطة بمباراة الأهلي والزمالك في السوبر. عفوا، أعتقد أنه في حاجات كتيرة جدا حققناها من هذه المباراة، مش بس الفوز على الزمالك، ودايما مباراة لها طعم خاص أو بطولة خاصة ولها اهتمام وبعد جماهيري وإعلامي كبير جدا، وبتبقى في ذاكرة جماهير الكرة المصرية دايما مباريات الأهلي والزمالك في كل البطولات المحلية والدولية. الفوز على الزمالك دايما بيبقى فوز مهم وله حساباته، أيضا تحقيق لقب كأس السوبر المصري وتكليل جهود أفضل فريق بالأرقام بعد الفوز ببطولة الدوري وكأس السوبر المصري بيضع النادي الأهلي في مقدمة الأندية المصرية مع الموسم المنتهي أو المنقضي، وبيكون هو في صدارة هذه الأندية وصاحب أكبر رصيد من البطولات بين الأندية المصرية كلها في الموسم المنتهي. لكن في نقاط أخرى بخلاف الفوز، أعتقد أنه في إجماع في الأراء أن ريني فايلر قدم نفسه بشكل بيعطي وبيمنح تفاؤل وثقة كبيرة جدا لجماهير النادي الأهلي في الفترة الجاية، لأنه أدار هذه المباراة بشكل أكثر من رائع. طبعا مش هنتكلم عن الفترة الجزء الأخير من المباراة اللي رجع فيه بنسبة نادي الزمالك أو شارك وبادل النادي الأهلي الهجوم وأحرز هدفين واجتهد في هذا الجزء من المباراة، لكن ده كان مبني على حسابات طبعا طارئة ومفاجأة بالنسبة للجهاز الفني للأهلي بعد فقد أكثر من نجم من نجومه وإصابة الاثنين المساكين اللي كانوا أدائهم مميز جدا في هذا اللقاء، سواء كنا بنتكلم عن ياسر إبراهيم أو محمود متولي، وده أكيد بيربك حسابات الأجهزة الفنية وبيتعاملوا معاه بشكل طارئ، لأنه بيعمل تكليفات جديدة أو تغيير في التشكيل داخل الملعب ومراكز اللاعبين، وهو ما استطاع النادي الأهلي بقيادة فايلر أن يحققه بالفعل وأن يخرج فائزا بهذا اللقاء. لكن على مدار 60 دقيقة على الأقل، الشوط الأول بأكمله والربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، كانت الغلبة للنادي الأهلي، وكان الهجوم طوفان هجومي في اتجاه مرمى نادي الزمالك. أعتقد كمان تسجيل المباراة موجود حسابات الفرص كثيرة جدا، تألق النادي الأهلي وإحرازه في 60 دقيقة خلال 60 دقيقة ثلاث أهداف، فضلا عن فرص كثيرة جدا كانت يعني شبه أهداف يمكن أو حققها كانت ممكن تزود رصيد النادي الأهلي وتحسم هذه المباراة بعدد أكبر من الأهداف وبشكل يعني غير مسبوق في تاريخ لقاءات الفريقين. فايلر عمل حاجة فنيا مميزة جدا في اللقاء ده، كان في حسابات عند الجماهير قبل المباراة انه الزمالك فعلا وده واقع انه بيمتلك ايضا مجموعة مميزة من اللاعبين، كان ممكن تبقى المباراة اكثر صعوبة، لانه الناس طبعا بتعمل حسابات لمهارات اللاعبين، عند الزمالك اكثر من لاعب مهاري، اكثر من لاعب عنده قدرات الدريبلينج او المراوغة والتحكم في الكورة، وده كان ممكن يعمل حسابات صعبة للنادي الاهلي في هذه المباراة، وهو ما جعل فايلر يفكر في كيفية ايقاف خطورة خط وسط وخط هجوم الزمالك، واعتمد على تشكيل غير تقليدي، دفع بأربع لاعبين من نجوم الأهلي أصحاب المهارات الخاصة جدا، واعتمد على أجاييه هو من أصحاب المهارات سواء في مركز رأس الحرب الصريح أو لاعب الوسط المهاجم أو البلاي ميكر وصانع الألعاب، قدر يضغط بوجود أربع لاعبين من الدريبلرز في النادي الأهلي، اللاعبين اللي عندهم قدرات المهارة العالية والمراوغة، أجاييه
ومعاه مجدي أفشة كصانع ألعاب صريح في الملعب، ومعهم حسين الشحات ورمضان صبحي. بهذا الرباعي امتلك الأهلي زمام المبادرة في المباراة، واستطاع السيطرة على منطقة الجزاء أو نصف ملعب المنافس، واستطاع أن يكون قريب جدا بخلاف الأهداف من أيضا من أنه يكون بيهدد مرمى الزمالك طول الوقت خلال فترة الشوط الأول المكتملة، وأيضا خلال الفترة الأولى أو ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. أعتقد أن ده في إجماع في الآراء على أن الأداء ده من فايلر وجهازه المعاون كان مرضي جدا للجماهير، وخلى الغلبة والسيطرة للنادي الأهلي في أغلب فترات اللقاء، وده اللي أدى لحسم المباراة بالثلاث أهداف حتى قبل رجوع الزمالك وعودته بإحرازه هدفين من ضربتي الجزاء. كمان الصفقات الجديدة أعتقد أنها أدت العلامة الكاملة لمجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التطوير والكابتن محمود الخطيب بوصفه المشرف العام على كرة القدم وحضوره ومشاركته في صناعة القرارات أو الرؤية المستقبلية لكرة القدم في النادي الأهلي، والفترة اللي فاتت اللي شهدت التعاقد مع أكثر من عنصر مميز خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية. الدليل على ده شفناه في المباراة دي من خلال وجود 50% من تشكيل الفريق بعد طبعا عدم احتساب حارس المرمى. احنا بنتكلم عن 10 لاعبين، 5 منهم كانوا من الصفقات الجديدة، وده بيؤكد دقة الاختيار والتقييم من القائمين على الأمور الفنية في النادي الأهلي. حسين الشحات، مجدي أفشة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمود متولي، 5 كانوا في التشكيل اللي بيبدأ المباراة، ودي من فترة طويلة جدا ما شفناش ان النادي الاهلي بيدخل في تشكيله الاساسي 5 من اللاعبين الجدد اللي تم التعاقد معهم من يعني على فترات قريبة جدا. ده معناه ان الاختيارات جيدة جدا، بتنافس اللاعبين الموجودين وتتفوق في بعض الاحيان. فرض نفسه هذا الخماسي على التشكيل، واعتقد انه كان مؤثر جدا، وكل واحد منهم يستحق ان احنا نتكلم عنه لان اداؤه في مركزه كان اكثر من رائع. اعتقد ان ده بيقول ان سياسات اختيار اللاعبين والتعاقد مع اللاعبين ماشيه بشكل دقيق وجيد جدا في النادي الاهلي، وان شاء الله الاضافات القادمه كمان تكون اكثر وافضل باذن الله. احمد فتحي، الحقيقه انا كواحد من جماهير النادي الاهلي لما بفكر في احمد فتحي بالحسابات الكلاسيكيه العاديه ممكن في وقت من الاوقات افكر انه لاعب اوشك على الاعتزال او ان سنه قرب من مرحله الاعتزال. احمد فتحي بيفاجئنا كل فتره بانه اولا هو كان سوبر ستار المباراه دي في على مستوى اداء اللاعبين والنجوم في الفريقين، وكان اداؤه ليس فنيا فقط، ليس بالخبره فقط، بدنيا كمان كان من افضل العناصر ان لم يكن افضلها على الاطلاق، دفاعا وهجوما في الملعب كان قائد للفريق بكل معنى الكلمه. اداؤه لاعب عنده شخصيه وروح النادي الاهلي في الاداء، كان بيقود زملائه، بيلعب بنفس الجديه من بدايه المباراه لنهايتها، يجيد ايضا عندما يتم تغيير مركزه لامر طارق في الملعب ويتم تتم الاستعانه بيه او الدفع بيه في مركز المساك. اعتقد انه بيؤدي بنفس درجه اجادته في الباك رايت او الظهير الايمن. احمد فتحي بيتفوق على الحسابات المنطقيه والتقليديه وبيفرض نفسه على التشكيل الاساسي ويستحق، وبيقول للناس ان عنده الكثير والكثير لتقديمه ان شاء الله في الفتره الجايه. واعتقد كمان كل الجماهير، اعتقد جماهير الناديين مش النادي الاهلي بس، بتشوف ان احمد فتحي كان نجم نجوم هذا اللقاء او ادى بافضل شكل ممكن في هذه المباراه. كمان رجوع لاعب خد وقت شويه في بدايه انطلاقته مع النادي الاهلي، لكن كنا على ثقه في امكاناته. التعاقد معاه كان ايضا قرار سليم جدا من النادي الاهلي لانه لاعب صاحب قدرات خاصه، وتالق في هذه المباراه هو نجم حسين الشحات، وفي الفتره الجايه واضح انه هيكون باذن الله من اللاعبين والعناصر المؤثره جدا في اداء ونتائج النادي الاهلي بشكل ايجابي في الفتره الجايه ان شاء الله. مجدي أفشة كمان بيفرض نفسه بمهاراته الخاصة جدا على التشكيل الأساسي، وبإذن الله أداؤه هيتطور أكتر وهيرتفع مستواه في الفترة الجاية، وياخد أكتر على أداء زملائه وعلى تشكيل الفريق وحالة الانسجام والتوب فورم اللي هيوصلوا لها مع بعض بقيادة فايلر بإذن الله. أعتقد أنها هتقدم لنا قدرات مجدي أفشة بشكل أفضل، وهو بالفعل أصبح من انطلاقته جيدة جدا مع الفريق وأصبح من العناصر المؤثرة وأدى مباراة أكثر من رائعة. دي بعض النقاط اللي كان لازم نشير لها سريعا جدا لان المؤشرات كانت اكثر من رائعه فنيا في هذا اللقاء، حتى لو كان في بعض الحسابات ممكن ترتبك نتيجه اصابه اكثر من نجم في مراكز مهمه جدا في الملعب زي مركز المساك، وده بالتاكيد بيضغط على الفريق او على الاجهزه الفنيه انها بتخلي فرص التغييرات محدوده، ما بتديش فرص لتغييرات هجوميه او بدائل هجوميه، لان بيبقى التغيير مطلوب في المراكز الدفاعيه لحل المشكله الطارئه اللي ظهرت في الملعب. ان شاء الله القادم افضل، ورغم افتقادنا لجهود اكثر من نجم نجومنا اللي اصيبوا في هذه المباراه بيتم تجهيزهم ويعني اعدادهم للفتره الجايه بدنيا وفنيا وطبيا وكل شيء، لكن البدلاء على نفس المستوى، العناصر موجوده وغنيه جدا، عناصر فنيه رائعه، مجموعه من افضل اللاعبين في مصر ان لم تكن الافضل على الاطلاق. ان شاء الله يديرها فايلر وجهازه بافضل شكل ممكن، ونشوف انطلاقه جيده جدا بالاداء والنتيجه غدا في مباراه سموحه.
اهتمام فايلر طبعا باللاعبين بيطمئن على ياسر ابراهيم نجم دفاع الفريق قبل المران المسائي اللي تم بالفعل اليوم، واطمئن على اللاعب وحالته والتاكد من برنامجه العلاجي والتاهيلي عشان يرجع ان شاء الله في اسرع مدى زمني ممكن، وده خلال استعدادات الفريق اللي بتجري حاليا في برج العرب بالاسكندريه استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله امام سموحه. وكان ياسر ابراهيم طبعا شكواه واصابته كانت في عضله السمانه، اجهاد في عضله او شد في عضله السمانه خلال مباراه السوبر. وبرنامج علاجي مكثف لتأهيل محمود متولي كمان من نجوم الدفاع ونجوم الفريق الجدد ومن أهم الصفقات اللي تم التعاقد معها أو إنهائها في الفترة اللي فاتت نجم الدفاع محمود متولي، وأداؤه كان أكثر من رائع خلال ظهوره الأول مع الفريق. محمود متولي بيتم تجهيزه وتأهيله إن شاء الله للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وهو ما حدث أيضا خلال مباراة السوبر. كمان الفوز وإنجازات النادي الأهلي وتفوقه كرويا على أفضل المنافسين في مصر مستمر مش بس على مستوى الفريق الأول، على مستوى القطاعات الأقل عمرا أو في مراحل الناشئين والشباب. شباب الأهلي بيفوز على الزمالك 3-0 في دوري الجمهورية، مباراة أكثر من رائعة أدارها الجهاز الفني بقيادة الكابتن عمرو أنور. فريق شباب الأهلي مواليد 99 نجح في تحقيق ثلاثية نظيفة في مباراة جمعته مع الزمالك في ملعب الزمالك في 100 عقبة ضمن الجولة الثانية من هذا الموسم. الأهلي بدأ المباراة بهذا التشكيل: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، فارس طارق، عادل زينهم، إبراهيم السيد، محمد شكري، محمد فخري، أحمد السيد، محمد نصير، زياد طارق، وليد مصطفى، وفي الهجوم مصطفى فوزي. وبهذا الفوز بيرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، حقق في أول فوز له في هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأولى مع سموحة 1-1 قبل ما يفوز اليوم على الزمالك بثلاثية نظيفة. وبيضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 الكابتن عمرو أنور مدير فني، وياسر رجب مدرب عام، وأحمد عبد الظاهر مدرب مساعد، وإيهاب خميس مدرب لحراس المرمى، وأحمد عيد مدير إداري، وأحمد أبو عبلة طبيب للفريق، ومحمد حسن مخطط أحمال والمسؤول عن التأهيل والقياسات الخاصة بالفريق. الكابتن عمرو أنور بيقول شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، بيقول المباراة كانت سجال فني بين الفريقين، وأن الفريقين الأهلي والزمالك، كلام على لسان كابتن عمرو أنور المدير الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 99، قال أن الفريقين قدموا أداء أكثر من رائع والمباراة كان فيها ندية وكانت سجال بين الفريقين، لكن بيقول أننا استطعنا السيطرة على وسط الملعب والاقتراب أكثر أو تهديد مرمى المنافس يعني في فترات أكبر من عمر اللقاء. وأوضح أن الأهلي لاحت له وظهرت له أتيحت له في هذا اللقاء 5 فرص محققة، وفي المقابل لم يشهد مرمى أي خطورة بفضل الرقابة الضيقة والضغط المنظم مع الإيجابية أمام المرمى واللي ترجمت إلى 3 أهداف نظيفة في هذا اللقاء. وأضاف الكابتن عمرو أنور الأهلي قدم مباراة رائعة للغاية في الشقين الهجومي والدفاعي بفضل تركيز جميع اللاعبين طوال 90 دقيقة والالتزام بتنفيذ خطة المباراة وتعليمات الجهاز الفني. الكابتن حسام البدري بيستدعي 5 من المحترفين من نجوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكيد بنتمنى له التوفيق في مهمته في الفترة الجاية بعد تكليفه لإدارة الأمور كمدير فني لمنتخبنا الوطني الأول في الفترة القادمة. كابتن حسام البدري بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم اتفق على أن يرسل الاتحاد ويستدعي 5 من نجومنا المحترفين في الخارج: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، محمد النني، وأحمد حجازي. ده من أجل المشاركة في معسكر المنتخب اللي هيبدأ إن شاء الله يوم 7 من أكتوبر المقبل، وده بالتنسيق طبعا مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم الاتصالات بهدف توفير مباراة ودية أو الاتفاق على مباراة ودية للمنتخب خلال هذا المعسكر. الكابتن عادل هيكل رحمه الله هو علامة طبعا بارزة من علامات الرياضة وكرة القدم المصرية والأهلوية تحديدا. كابتن عادل هيكل حارس المرمى الراحل البارز، حارس المرمى الكبير اللي طبعا توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى منذ عام، وبتمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل الكابتن عادل هيكل. في هذا اليوم من العام الماضي رحل الكابتن هيكل عن عمر 84 عام بعد صراع طويل مع المرض، وترك خلفه تاريخا من البطولات والأعمال أيضا الفنية التي شارك فيها وما زالت راسخة في أذهان الشعب المصري بأكمله. كابتن عادل هيكل محمد أحمد عادل هيكل اسم الكابتن عادل هيكل، واشتهر فقط فنيا وجماهيريا ورياضيا باسم عادل هيكل. ولد في محافظة القاهرة في 23 من مارس عام 34 والتحق برودة قصر الدبارة ثم بالجيزة الثانوية ثم المعهد العلمي ثم السعدية الثانوية، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم صحافة عام 67.
لعب الكابتن عادل هيكل للنادي الاهلي منذ عام، ووقتها كان عمره 13 سنه، منذ عام 47، وكان عمره طبعا 13 سنه فقط في هذا الوقت، وحصد الكثير من البطولات الدوليه مع المنتخب المصري والكثير من البطولات المحليه مع النادي الاهلي. واعتزل كره القدم عام 69 بعد الاصابه في الكتف الايمن، وهو ما اضطرته في الوقت ده الاصابه الى عدم استكمال مشواره مع كره القدم والى الاعتزال. وشارك الكابتن هيكل مع منتخب مصر في أكثر من بطولة، في مقدمة هذه البطولات دورة ألعاب البحر المتوسط، وساهم في حصول الفراعنة على بطولة أمم أفريقيا عام 1959. وفي مجال الفن وإسهاماته الفنية شارك في عدد قليل من الأعمال السينمائية، 3 أفلام فقط عندما اتجه للتمثيل، فيلم إشاعة حب عام 1960، وفيلم مذكرات تلميذة عام 1962، وفيلم حديث المدينة عام 64. رحم الله سبحانه وتعالى الكابتن راحل الكبير الكابتن عادل هيكل ولأسرته الصبر والسلوان، ويبقى دائما في ذاكرة جماهير الرياضة وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. بهذا الخبر بنصل إلى ختام فقرتنا الأولى وختام فقرة الأخبار في الأهلي الليلة، وبعد قليل حوار مع لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد عادل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وبنرحب في بدايه هذا اللقاء بلاعب النادي الاهلي سابقا الكابتن احمد عادل. مساء الخير يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يبارك لك وربنا يخليكم موفق دايما ان شاء الله، ومبسوط ان انا موجود معاك النهارده على شاشه النادي الاهلي. سعدنا بوجودك معانا يا كابتن. ذكرياتك خلال فتره وجودك مع النادي الاهلي، البطولات اللي شاركت في تحقيقها، الفتره اللي شاركت فيها مع زملائك، تجربتك في النادي الاهلي ايه اللي بيميزها وايه اللي بيفرق بينها وبين تجربك مع انديه اخرى؟ اكيد طبعا ما فيش شك، انت لما بتنتمي النادي الاهلي وبتلعب في النادي الاهلي بيبقى عندك دوافع، عندك اهداف، بيبقى بتحط عليك مسؤوليه كبيره جدا، وخصوصا ان انا جاي من النادي الاولمبي في صفقه انتقال مقابل 1.5 مليون، فدي حطت عليا مسؤوليه كبيره ان انت بتنتقل من النادي الاولمبي للنادي الاهلي، مطالب ببطولات، مطالب بانجازات. انا بقول دايما ان انا كنت سعيد ومحظوظ ان انا كنت في جيل من اعظم الاجيال في تاريخ النادي الاهلي، ابو تريكه، بركات، متعب، فلافيو، وائل جمعه، الجيل ده كله كنت سعيد ان انا موجود وسطهم، والحمد لله حققت انجازات مع النادي الاهلي، 5 بطولات، 2 دوري عام، وكاس سوبر مصري وسوبر افريقي وكاس مصر، فالحمد لله سعيد بالتجربه اللي انا خدتها مع النادي الاهلي دي. يعني تحت قياده مستر مانويل جوزيه حطت عليا مسؤوليه كبيره جدا، خلتني ان انا اشوف مشواري حتى بعد ما انتقلت من النادي الاهلي لنادي الاتحاد، شفت بقى منظور الدوافع والاهداف اللي طبعت بطبع النادي الاهلي فعلا. ان انا ايه الحاجات اللي خدتها اكتسبتها خلال فتره وجودك في النادي الاهلي، اللي وجودك في النادي الاهلي اضافها لمشوارك او خبراتك كلاعب، واللي كملت معاك في تجاربك بعد النادي الاهلي؟ اكيد انا يمكن على ما اتذكر ان انا لما انتقلت النادي الاتحاد كان سني حوالي 22 سنه، فلسه برضو ان انا ببدا حياتي، فده حط عليا مسؤوليه. النادي الاهلي على طول زي ما معودنا ومعود جماهير النادي الاهلي ان هو بيلعب على الاول الثاني زي الاخير على طول، انا كان الدافع ده جوايا، ما بحبش الخساره، حتى لو كان حد مركز مع لائحه النادي الاهلي، هي اللعيبه بس اللي عارفه اللائحه لما بتقول لك ان انت من 4 مباريات تجيب 10 بونت، يعني 3 مكسب وتعادل، تاخد المكافئات كامله كلها على بعض، ده بيديك مؤشر ان النادي الاهلي بيلعب على البطوله، بيلعب على المكسب دايما، فمقابل ان النادي الاهلي بيعتبر اي حاجه غير المعدل ده من الارقام فشل، ده فشل. اي حاجه تانية يعتبرها النادي مش مقبول. طبعا انت لو جبت 9 بونت انت مش هتاخد ال4 مكافئات، فدي لائحه تحفيزيه، وخصوصا كمان ان انت بتحمل مسؤوليه نادي كبير، تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت تقيل ليه قيمه كبيره جدا في الوطن العربي وافريقيا، مع الانجازات، مع اللعيبه، مع الخبرات، الحمد لله اكتسبتها، وعلى مدار حياتي قدرت ان انا امشي بالخطه دي. هل الفتره كانت صعبه لانك كانت المنافسه مع عدد كبير جدا من النجوم حتى في مركزك او في باقي المراكز، المنافسه كانت صعبه جدا في الفتره اللي كنت فيها في الفريق؟ اكيد انا كان مكاني كان قبل ما يجي احمد فتحي، كان احمد فتحي جالنا في يناير، قبل ما يجي احمد فتحي كان موجود اسلام الشاطر، موجود احمد صديق، موجود بركات، فحتى الناس لمت عليا، يعني انت في ظل كان في تفاوض من نادي الزمالك معايا، لكن انا كنت شايف الاستقرار اكتر في النادي الاهلي، البطولات اكتر في النادي الاهلي، انا كمن اسره اهلاويه، ووالدي الله يرحمه اهلاوي، وعيلتي كلهم اهلاويه، كنت اتمنى ان انا موجود، وكمان مكالمه الكابتن الخطيب ليا فرقت معايا بشكل كبير جدا، انا اتذكرها. حسمت الامور وانت بتفكر تتعاقد؟ اكيد الكابتن الخطيب اسطوره وقيمه كبيره داخل النادي الاهلي،
ودلوقتي ان هو كرئيس النادي الاهلي دي حاجه كبيره لكرسي النادي الاهلي. كانت مكالمه طبعا انا ما اقدرش انساها، كانت 18 ثانيه بالظبط، حسمت الموقف. وخصوصا ان زي ما قلت لك ايه كابتن محمود، كابتن الخطيب اول ما كلمني كان طبعا والدي الله يرحمه كان جنبي، فطبعا كابتن الخطيب بيكلمني دي حاجه كبيره جدا، فكان زي عايز يخش بقى التليفون، فكان قاعد جنبي فقال لي احمد انت مع كابتن الخطيب؟ قلت له طبعا يا كابتن. كان الكابتن مصطفى يونس مكلمني قبلها قال لي ان كابتن الخطيب هيكلمك يعني. فلما كلمني كابتن الخطيب قال لي انت حابب ان انت موجود جوه النادي الاهلي؟ فقلت له طبعا يا كابتن ده شرف ليا. فقال لي خلاص الباشمهندس عادلي هيكلمك ويخلص معك كل حاجه. المكالمه 18 ثانيه بالظبط. فدي حاجه كبيره ليا. انت بعد المكالمه دي خلاص خدت قرارك بشكل نهائي انك تبقى بشكل نهائي، وفي خلال يومين انا خلصت جوه النادي الاهلي يعني، خلصت الصفقه وكل حاجه وجم دفعوا الفلوس تاني يوم، وكنت في المؤتمر الصحفي في النادي. طيب كابتن احمد كمان هتكلم معاك شويه عن التعامل مع مانويل جوزيه كمدير فني، اكتسبت منه ايه؟ الخبرات اللي اكتسبتها على مستوى شخصيته اللي كل اللاعبين اللي اتعاملوا معاه بيقولوا كانت مسيطره وقويه جدا، وفي نفس الوقت كان قريب من اللاعبين وكان اللاعبين بيحبوه جدا. بص، بعيدا عن المستر مانويل جوزيه، يعني من المدربين القليلين اللي دخلوا مصر اللي هو بيوصل بنادي ان هو ياخد بطوله، ان هو يحقق كل البطولات. يمكن انا اتذكر مع مستر مانويل جوزيه لما شاركنا في خمس بطولات، ضاعت مننا بطوله اللي هي بتاعه النجم الساحلي لو الناس كلها تذكرت، على مباراه العرجون 3-1 خسرناها بجون الشرميتي في الاخر. مستر مانويل بيحط عليك ستريس ان انت لازم تبقى على طول يعني مش مريح، ما على طول في اهداف متجدده عندك، بنحقق بطوله خلاص دي صفحه واتقفلت، بنبص للمباراه اللي بعدها، بنبص هنلعب في الدوري ازاي. كان مستر مانو مميزاته ان هو بيفصل بين كل بطوله وبطوله، يعني خلاص احنا حققنا كاس سوبر، كان اول بطوله ليا كانت مع النادي الاهلي، كانت كاس سوبر افريقي النجم الساحلي في اثيوبيا، كانت اول بطوله ليا. حتى انا فوجئت ان احنا بعد ما رجعنا مصر عندنا مباراه في الدوري، لقينا خلاص احنا لسه جايبين بطوله والناس فرحانه والجماهير فرحانه، فقال لنا دي صفحه واتقفلت احنا هنركز في الدوري. فلقيت الاهداف متجدده واهداف متغيره، والراجل عنده ملكه ان هو بيتعامل مع ال 25 نجم بسيستم واحد وباداره واحده. كان صعب جدا عليك انت كمدير فني اجنبي تعرف تتعامل مع اللعيب المصري، يمكن كتير اجانب في مصر يعني بيعانوا شويه من الحته دي مع اللعيب المصري بالذات، لكن مستر مانويل على مدار سنين قدر ان هو يعني مستر مانويل كان يقول لنا وانا ماشي في الشارع ببقى عارف الناس من نظره عينيها هو عايز يقول لي ايه، فهو وصل للمرحله دي. فان انت تتعامل مع 25 نجم، وحتى لما بتقعد حد احتياطي ما حدش بيقلب وشه ولا حد بيزعل، لان كان في روتيشن على اللعيبه كلها، بس هو مثبت قوام 7 لعيبه، فهو عنده الملكه ان هو يتعامل مع ال 25 نجم النجم دول. يعني كنت راضي عن تجربتك ومشاركاتك، سواء بتشارك بشكل مستمر او في فترات بيحتاج لك فيها الفريق وفي فترات تانية ما بتكونش اساسي في الملعب، كان ده مش مسبب لك مشكله، عندك الحافز وعندك الطموح وبتحاول تتمرن وتبقى في احسن حالاتك وجاهز طول الوقت. بص، انت مطالب جوه النادي الاهلي تحت اي ظروف، يمكن انا كنت بقى بغيب 4-5 ماتشات، وبعد كده الاقي نفسي لاعب اسك في ابيجين، الاعب ترجي في تونس، الاعب اتحاد الليبي في ليبيا، ارجع مصر العب سان داونز. فمستر مانويل ان هو بيحطني في الموقف ده دي ثقه، اكيد كل مدير فني مش عايز يخسر، ممكن لعيب تاني ياخدها ان هو بيخلص عليا او ان هو بيحطني تحت ضغط، فانا ما كنتش باخدها كده خالص. حتى هو كان مره قبل بطوله افريقيا كنت انا اتعورت في مباراه الاتحاد الليبي في ليبيا، فهو كان عايز يلعبني الفاينل بتاع الترجي، فقعد يحط عليا ستريس ان انت لازم ترجع وان انت لازم تبقى موجود، انا بعتمد عليك بصفه اساسيه. فهو على طول كان عايز كل اللعيبه في نفس الحاله دي، كل اللعيبه متحفزه ان هي لازم تبقى موجوده. فدي ميزه مستر مانويل جوزيه، في عايز دايما فريقه كله يبقى جاهز، كله يبقى جاهز، الاحتياطي واللي بره واللي هيبقى وال11 مش بيبقى مهتم بمجموعه بس اللي بتشارك ومعاها بديلين ثلاثه والباقي لا، لا خالص، يهتم كل الفريق بنفسه خالص خالص. حتى مستر مانويل كان على طول زي ما بقول لحضرتك بيعمل الروتيشن، حتى ما كانش حد ضامن مكانه يعني، كان كله موجود، كله ابو تريكه ممكن يقعد، بركات ممكن يقعد، متعب ممكن يقعد، ما كانش حد اللي هو لا انا شاري المكان ده بتاعي وانا هفضل العب على طول، لا ما هو ما كانش عنده دي. فكل اللعيبه اصلا جاهزه، كل اللعيبه. بس كابتن احمد، مشوارك بعد الاعتزال دلوقتي ما بقتش لاعب محترف، لكن دايما اللاعبين المحترفين بنشوف ان هم بعد ما بينتهي مشوارهم في الملعب بيبداوا يدخلوا اجهزه فنيه، بيكسبوا خبرات كمدربين، بيروحوا للاجهزه الاداريه، يشتغلوا في اتجاه مدير كوره او في الكارير ده. احمد عادل هيروح فين وايه اتجاهاته في الفتره دي؟
والله يمكن بطلت موسم 2017، اخر تجربه ليا كانت مع نادي الشرقيه، وانا كنت دايما بفضل الجانب الاداري. يعني الحمد لله بعد ما بطلت اشتغلت في النادي الاولمبي كمدير كوره. الحمد لله على مدار سيزون عملنا موسم جيد مع نادي الاولمبي، قدرنا نعمل فرقه صعود. اشتغلت على مدار حوالي 7 شهور مع النادي، تجربه انا راضي عنها طبعا وافادتني كتير جدا في ناديه طبعا نادي الاولمبي. بعد كده مسكت اكاديميه وادي دجله في اسكندريه برضو جانب اداري. بس لحد من شهرين كده بدات بقى مسكت، يعني كنت مدير اكاديميه وادي دجله. مدير اكاديميه وادي دجله في اسكندريه، ولحد من شهرين كده اتجهت بقى للعمل الخاص بتاعي. كنت عامل نادي خاص يعني في المنطقه اللي انا فيها، يعني الدخيله، نادي كره قدم، نادي كره قدم والعاب فرديه يعني، خدمه للمكان طبعا اللي انا اتربيت فيه. فده الاتجاه اللي انا واخده للعمل الخاص بتاعي، والحمد لله ماشي فيه في اجراءات اشهار ان شاء الله. ولو وفقت في التجربه هتكمل خلاص مع الكيان ده، مع النادي ده باذن الله. انا خلاص يعني متجه ده مكاني، والمكان اللي انا حابب ان انا ابقى فيه، او المشروع اللي انا حابب ان انا اخده الفتره اللي جايه، الا لو كان ظهر لي بقى بوزيشن يعني يليق. مغري بالنسبه لك انك اكيد في الجانب الاداري يعني، هو اتعرض عليا فنيا في كذا حاجه، لكن انا مش عايز تشتغل في الاجهزه الفنيه، مش عايز المدرب، تبدا مشوارك كمدرب، لا عايز تبقى مدير كوره، حاجه في اداره الكوره عامه، في حاجه اداريه في اي نادي، لكن انا متجه دلوقتي للنادي الخاص لكن بتاعي. لكن بتفضل لو فرص اتيحت بالنسبه لك الفتره الجايه، تعرضت عليك اكتر من فرصه، الجانب الاداري انت بترجحه عن الجانب الفني؟ اكيد ده طبعا. موفق يا كابتن احمد في تجربتك طبعا، هنتمنى لك ان احنا نسمع عنها نجاحات في الفتره الجايه، ويكون ده استكمال لمشوارك في اللعب في الفتره الجايه ان شاء الله. خلينا ننتقل معاكم مع الساده المشاهدين لنادي الاهلي، انطلاقته هذا الموسم. الناس بتشوف ان النادي قدم نفسه من جديد للجماهير، وريني فايلر المدير الفني بيقدم نفسه بشكل مرضي جدا بالنسبه للناس في تجربه القمه والفوز على الزمالك في مباراه القمه والحصول على كاس السوبر المصري. شايف المباراه دي ازاي؟ طبعا بحب طبعا، بتمنى لمؤمن زكريا ان هو يرجع بالسلامه وربنا يشفيه. طبعا عمل حاله قبل مباراه السوبر دي اللي احنا كنا بنتمناها من فتره، اللي هو لا للتعصب وان الجماهير ترجع تاني للمدرجات. اكيد مباراه السوبر كان ليها فوائد كبير جدا على النادي الاهلي، وان هي بترجع شخصيه النادي الاهلي تاني وروح البطوله او شخصيه البطوله دي اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي لفترات كبيره جدا. يمكن شفناها في الدوري من اصعب الدوريات اللي النادي الاهلي حققها، كان في بعض الاشخاص يعني زي كابتن سعد حفيظ ليه دور كبير جدا ان هو يرجع بالفرقه تاني معنويا، وقدر ان هو ياثر على الخصم في فترات كبيره جدا. بتتكلم عن الدوري اللي فات اللي الاهلي حسمه بعد ما كان الدوري صعب جدا بالنسبه، صعب جدا ان انت بترجع، انت ما بتصاب منك 7 أو 8 من قوام الفرقه، وان انت بترجع مع نادي الزمالك كان ماشي بشكل كويس، وان انت بترجع فرق 8 بونت او فرق 13 بونت وترجع وتاخد دوري، فدي كانت حاجه صعبه جدا. قدر ان هو يحقق الدوري زي ما بقول لحضرتك، رجعت شخصيه النادي الاهلي، رجعت الروح البطوله للعيبه. ما تقدرش تحكم على مستر فايلر من مباراتين، لكن هو الراجل اللي انا شفته فيه ان هو بيقرا الفرق اللي قدامه كويس جدا. هو كان في المباراه كان قاري فرقه نادي الزمالك كويس جدا، مقفل على مفاتيح اللعب وبيلعب على كونتر اتاك، او بيلعب بطريقه 4-4-3-3. فهو مهم جدا انت كمدير فني بتشوف الاداء اللي معاك، اللعيبه اللي معاك هتقدر تنفذ لك فكرك ولا لا، ودي اللي فعلا قام بيها لعيبه النادي الاهلي وقدروا ان هم يحققوا المكسب على نادي الزمالك. شفت ازاي التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي؟ التشكيل ده ما كانش التشكيل الكلاسيكي للنادي الاهلي، عاده كان النادي بيبدا براس حربه صريح وتحته 3 من لاعبي الوسط المهاجم، بيبدا ازارو او مروان او مروان محسن، بنتكلم يعني صلاح او صلاح محسن في بعض الاحيان. الفتره الاخيره ظهر صلاح محسن كمان واحرز اهداف وادى بشكل اكتر من رائع في اكتر من لقاء، لكن المفاجاه في التشكيل كانت ان احنا اعتمدنا على 4 من لاعبي الوسط المهاجم و4 من اللاعبين اللي عندهم الدريبلينج، عندهم قدرات على المراوغه، تحكم في الكوره، اللي هو يعمل عبء هجومي كبير على دفاع الزمالك. شفت التشكيل ده ازاي؟ بص، الواضح ان الراجل بيحب ان لعيبه الكوره تبقى في الملعب كتير. يعني بيحب ان قفشه يبقى موجود، حسين الشحات، لعيبه الكوره اللي هي اللي بتلعب اجاييه. انا فوجئنا باجاييه ان هو بيلعب فيرود سترايكر صريح، فدي اللي هو اكنك بتلعب من غير فيرود، بتلعب 4-3-3. يمكن اجاييه اللي فاده بشكل كبير جدا ان اجاييه فكره في الكوره عالي جدا،
هو قادر ان هو يعني وزي ما بنقول كده في الكوره ايه، هو فايق على فريق الزمالك، هو بيعرف يجيب جون في نادي الزمالك. فممكن الجهاز المعاون كابتن سامي قمصان فحطه في دي، لان زي ما بقول لحضرتك الراجل في خلال شهر مش هيقدر يبقى مولي كل الامور داخل الفريق، مهم ندي له مساحته يعني. لكن الطريقه اللي لعب بيها وتقارب الخطوط بقول لك دي اللي ساعدته النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ساعدته بشكل كبير جدا ان هو يقفل على مفاتيح اللعب. يمكن ما بنشوفش علي معلول بياخد الحريه الكافيه، ما بنشوفش احمد فتحي واخد الحريه الكافيه ناحيه اليمين، كان مقفل على طول على مفاتيح اللعب النادي الزمالك. هو قاري نادي الزمالك بشكل جيد، تقارب عامل ضغط كويس بالاربعه اللي قدام دول على دفاعه على مرمى الزمالك. اكيد على طول كان نادي الزمالك هو كمان عايز يطلع بالكوره، مقفل على فرجاني في نص الملعب، ان هو عارف ان هو بيلعب، هو اللي بيلعب الفرقه. فكان قاري مستر فايلر، دي من مميزات اي مدير فني، وخصوصا لما بتبقى بحجم النادي الاهلي بتلعب في اكتر من بطوله، مهم جدا ان انت يبقى عندك الفكره دي. هل بيفرق مع نادي الاهلي طبيعه لاعب الوسط المدافع اللي من نوعيه عمرو السولية وحمدي فتحي، اللي بيقدر يحرز اهداف ويتقدم ويشارك في الهجوم مع لاعبي الوسط المهاجم؟ لان ده شفناه في الملعب كان لهم دور وكانوا بيكملوا مع المهاجمين. يمكن انا كنت بتكلم قبل كده على حمدي فتحي، انت يعني بعد حسام عاشور ما بيشاركش بصفه مستمره، يمكن نعوض غياب ان حد يبقى في نص الملعب بفريق بحجم النادي الاهلي، ان هو يبقى بيلعب رقم 6 ارتكاز في نص الملعب، ده عوض. يمكن زي ما كنا بنشوف محمد شوقي، بنشوف حسن مصطفى، انيس بوجلبان، اي حد ديفندر ثابت في نص الملعب كان بيقدر ان هو يملى نص الملعب، بيدي حريه لبقيه للديفندر الثاني والسوليه على طول هو اللي بياخد الحريه دي، بيروح وبيشوط وبيكمل. هو مش السوليه مش هيقدر ياخد الخطوه دي، او مش هيقدر يجي له قلب ان هو يهاجم او يشوط الا لما يكون متامن كويس، ودي اللي قايم بيها حمدي فتحي بشكل جيد. وانا شايف ان هو اضافه كبيره للنادي الاهلي في نص ملعبه. يعني خلينا نتكلم عن الاضافات، عن الصفقات بشكل عام. الاهلي كان فيه 5 من اللاعبين الجداد اللي تم التعاقد معاهم سواء في فتره الانتقالات في يناير او في فتره الانتقالات الصيفيه. كان في 5 لعيبه: حسين الشحات، مجدي قفشه، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، ومحمود متولي. رايك ايه في الصفقات الجديده دي وتاثيرها على فريق الاهلي؟ اكيد كان، انا كنت شايف ان اكبر خط محتاج للتدعيم هو خط قلب الدفاع، وخصوصا انت كان عندك اصابات، كان محمد نجيب قبل ما يمشي، كان سعد سمير بيبقى في اصابات، حجازي برضو لما مشي عمل تاثير بشكل كبير جدا في قلب الدفاع، كان مهم التدعيم. لكن ده مسبب صداع شويه، يمكن شفنا المباراه الاخيره لما محمود متولي اتعور وياسر ابراهيم جاله شد، فاضطريت ان انت تلعب بهاني او احمد فتحي، ورجعت حمدي فتحي او احمد فتحي ممكن فتحي يعني أدوا الدور. فهم بيأدوا الدور ده بشكل جيد. هنا بقى الروح والقلب والعزيمه اللي بنشوفها لما لعيب ما بيلعبش في مركزه فبيأدي، ممكن يكون غصب عنه زي ما حمدي فتحي عمل ضربه الجزاء، هو عنده احساس المكان مش موجود، لكن كان بيأدي الدور اللي عليه لمجرد الربع ساعه او الثلث ساعه. فهو ده المكان الوحيد اللي كان فعلا محتاج تدعيم. صفقه اكيد من العيار الثقيل محمود متولي، وخصوصا انه عنده ملكه ان هو بيلعب ديفندر او سيرد باك، لعيب فايتر، لعيب كويس، البدني بتاعه كويس جدا. فاعتقد ان دول، وياسر ابراهيم طبعا لما بتحتاجه في اي وقت، تجهيز رامي ربيعه كمان الفتره اللي فاتت، رجوعه اضاف كتير كمان مع الاسماء دي لخط الدفاع الاهلي. اكيد اي لعيب هيبقى موجود لازم هيضيف للنادي الاهلي، وخصوصا انت بتلعب في اكتر من بطوله، فمهم جدا ان كل اللعيبه ال 25 لعيب يبقوا جاهزين ان هم يلعبوا. مش هتشوف حاله الاصابات، ومش هتشوف الحاله اللي موجوده من ضغط المباريات. يعني ايه الفرق بين اداء الاهلي في مباراه السوبر والشكل اللي كنا بنشوفه اداء الاهلي في الموسمين اللي فاتوا؟ لان الجماهير شايفه ان الاول مره نشوف الاهلي بجمال الاداء اللي شفناه على مدار اكتر من 60 دقيقه الشوط الاول واول ربع ساعه من الشوط الثاني، وان احنا ما شفناش الاداء ده المعروف عن النادي الاهلي والضغط ده في مباراه كبيره ومع منافس قوي من فتره طويله جدا. اكيد زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان شخصيه النادي الاهلي، وان مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي تحس بقيمه النادي الاهلي وبتشارك النادي الاهلي، دي الشخصيه اللي لازم تبقى موجوده في كل المباريات، وخصوصا امام نادي الزمالك، بيراميدز، المنافسين. مهم جدا ان انت كلاعب يبقى عندك الشخصيه دي، انت على طول بتلعب على الاول، على طول بتلعب على المكسب، انت الهدف بالنسبه لك البطوله. دي الروح اللي كانت موجوده في المباراه. يمكن كان في بعض التصريحات طبعا بعد مباراه الزمالك وبيراميدز ان يعني مستفز شويه لبعض الجماهير، ان احنا خدنا بالطار من فريق بيراميدز، لكن ده يعني
مع النادي الاهلي. النادي الاهلي حقق الغرض من المباراه، المكسب ببطوله سوبر تضاف ليه طبعا. لا، الموسم كله خد البطوله الاكبر في الموسم اللي انتهى، وكاس السوبر اللي بتقول افضل فريق في الموسم من فريقين، من فريقين منافسين، فانا حققت منك البطوله. فهو ده الغرض وهو ده الهدف اللي كل المنظومه داخل النادي الاهلي ان انت بتشتغل عليه. في فرق لما ناخد كاس السوبر من فريق تاني، وفي فرق ان انا اخده من نادي الزمالك. فده مهم جدا، ده اللي النادي حققه، وده اللي اللعيبه كلها كانت فعلا على قلب راجل واحد. زي ما بقول لحضرتك، الشكل الحلو اللي كان موجود للنادي الاهلي ان الراجل بيعتمد على لعيبه الكوره، بيدي حريه لبعض الناس زي قفشه مثلا، انه ياخد حريته في التحرك. ده برضه فرق مع النادي الاهلي بشكل جيد، وكان عامل عبء على مرمى الزمالك وعلى منطقه دفاع اكيد الزمالك. انت النادي الاهلي الشوط الاولاني ممكن الماتش يخلص 5-6، فان انت تحقق 3 اهداف طبعا طبيعي ان الشوط الثاني يحصل معاك كده، وخصوصا 2 قلب الدفاع بيتصابوا منك، فطبيعي ان انت تتضغط شويه. لكن زي ما بقول لك، الشناوي طبعا من احسن المباريات اللي انا شفتها له الشناوي. اكيد كل الفرق، كل اللعيبه حاسه بقيمه النادي الاهلي وحاسه بروح البطوله، عشان كده قدروا يحققوها. كابتن احمد، ايه الحاجه اللي بتتمنى الجهاز الفني بقياده ريني فايلر يشتغل عليها في الفتره الجايه ونبدا نشوفها في اداء الاهلي، وتكمل الاداء او شكل الاداء اللي احنا بنتمنى نشوفه في مشوار الاهلي في البطولات المحليه او في دوري ابطال افريقيا؟ اتمنى طبعا ان هو ما يبقاش من المدربين اللي تعتمد على 14 او 15 لعيب بس. يعني مهم جدا ان انت تبقى مجهز كل اللعيبه، لان انت لعيب ممكن مباراه مع 2 مع 3 مع 4 ان هو مش موجود، فممكن يحصل، لان زي ما بقول لك اي لعيب جوه النادي الاهلي فهو نجم، فهو محتاج ان هو يلعب، محتاج ان هو يكون في الملعب. طبيعي ان اللعيبه لازم تعرف وتقدر قيمه النادي الاهلي، ان ما ينفعش حد يخرج عن النطاق او يخرج عن الرولز او النظام اللي جوه النادي الاهلي. لكن مهم جدا ان انت كمدير فني لازم تعتمد على ال 25 لعيب، كل اللي لازم تعمل عمليه الروتيشن. بتشترك في افريقيا، ممكن تغير التشكيل وانت بتلعب في الدوري، ممكن وانت بتلعب في الكاس تعمل روتيشن في عمليه التشكيل، بحيث ان كل ال 25 يبقوا داخل. يعني عايز تركيز من الجهاز الفني دايما في تدريباته وفي شغله الخططي والبدني وكل حاجه على كل اللاعبين الموجودين في القائمه. يعني زي ما بنشوف قفشه يبقى لازم نشوف صالح مكانه مثلا في بعض المباريات، زي ما بنشوف احمد فتحي لازم هاني يبقى موجود شويه في بعض المباريات. الناحيه الثانيه مثلا ايمن اشرف ان شاء الله يرجع، يبقى موجود مع علي معلول او في ناحيه السيرد باك. فعمليه الروتيشن دي، يعني بص انا بقول لك الاسماء واي حد يلعب، يعني كلهم نجوم وكلهم يلعبوا. مروان، بس هستنى يعني هتوقف معاك شويه عند في مركزك احمد فتحي. الناس خرجت من الماتش ده بتقول كان سوبر ستار اللقاء ده، لانه اداؤه كان مش معقول، فني وبدني في الملعب ما شاء الله. يعني فتحي ما شاء الله على مدار سنين، فتحي اصل عشره عمر معايا من ايام كابتن حسن شحاته 2002. عشره عمر احمد فتحي، من اللعيبه الرجاله جدا، اللعيبه اللي عندها مسؤوليه، عندها شخصيه، بتحارب وبتقاتل في جميع اوقات المباريات، ما بيكلش ولا بيمل، حتى ما عنده دوافع على طول متجدده. انا معاشر فتحي لو بيقدر يرجع عايز. يعني في فتره من موسم او اتنين مش فاكر، كان الناس بتقول احمد فتحي معدلات اداؤه قلت، ما بقاش زي الاول، الفتنس مش هي، بيرجع بنشوف. خلي بالك ده اللي بيدي فتحي، يفاجئنا بانه عنده قدرات عاليه جدا، بيركز، بيأدي في الملعب بدنيا زي اصغر لاعب في الفريق، وبيأدي كمان خبره بقى والجانب الفني الكبير. اصل انا فتحي اعرفه بشكل شخصي، يعني فتحي ده يديله دوافع. يعني لما حد لما يطلع يسمع انتقادات كده بيبقى احسن، ويبقى عنده باور اكتر، وتلاقيه بيتمرن احسن من وهو بيلعب، والناس تشكر فيه، والناس بتشكر فيه. وفي احسن حالاته تلاقيه لا بيتمرن وبيخش الجيم. ففتحي عنده دوافع متجدده، ما بيستسلمش بسهوله طبعا. ومعاه محمد هاني طبعا، ده حاجه مميز جدا، وبتشوفه في السيرد باك بيأدي، وشوف الباك رايت بيأدي، يمكن من احسن الناس في مصر في الناحيه اليمين محمد هاني. وانا كنت شايف ان هو مظلوم جدا ان هو ما يروحش منتخب مصر فتره تأجيري، كان مهم جدا ان هاني يبقى موجود. كاس الامم الناس كتير كانت طالبه طبعا هاني. لازم هاني ده انت بتكافئه بكده، يعني ان الراجل بيقدم السيزون ده كله، وكمان داخل النادي الاهلي ان هو بيتحمل ضغوط، بيلعب بطولات كتير جدا، فده مهم جدا انت تعتمد عليه في منتخب مصر. اعتقد الفتره اللي جايه ان شاء الله كابتن حسام بدري هيعتمد على هاني بشكل كبير. يعني ايه رايك في الاستقرار على اسم الكابتن حسام البدري واعلان التعاقد معاه وتكليفه مدير فني منتخبنا الاول؟ وايه اللي بتتمنى تشوف منتخب مصر بعد كل الانتقادات وكل المشاكل اللي ازعجت الجمهور في اداء المنتخب تحت قياده كوبر، وبعدها طبعا تحت قياده اجيري؟ بتتمنى تشوف ايه في منتخب مصر في الفتره الجايه؟ اكيد كابتن حسام طبعا ببارك له طبعا على تولي منتخب مصر، مهمه صعبه جدا، وان شاء الله هو قدها. كابتن حسام
من المدربين الشخصيه القويه القيادي في الملعب بشكل كبير، ان شاء الله يبقى قدها. عايزين نقول ان اي مدير فني كان هيمسك منتخب مصر لازم كلنا مسانده ليه، لان هو ماسك منتخب مصر دي حاجه طبعا بتشرف مصر كلها. بعد طبعا الاداء المخيب للامال في كاس الامم والخروج من البطوله الافريقيه بالشكل ده، ده يحط عبء طبعا على الجهاز الفني ويحط عبء على اللعيبه اللي هتبقى موجوده، اولهم طبعا محمد صلاح، ان هو لازم يحسنوا الشكل ده ويحسنوا الصوره دي، وخصوصا ان انت بتدي انطباع انت كمنتخب مصري انت محقق 3 بطولات افريقيا قبل كده، واصل كاس عالم مع مستر كوبر. يمكن عايز اتوقف شويه عند مستر كوبر، انا كنت من ضمن الناس اللي برجح ان طريقه لعب مستر كوبر هي الانسب للمنتخب مع الناس اللي مأيداه مش اللي بتنتخب. مأيداه طبعا، انا عامه بعتمد بالنتائج، انا ما بعتمدش بالاداء، انا ممكن ادي بشكل كويس جدا وما احققش حاجه، لكن احنا بعد 28 سنه الراجل موصلنا كاس عالم، والمنتخب المصري ليه حتى شكل دفاعي، سيبك من شكل هجومي، انا بتكلم في الشكل الدفاعي. ووصل رغم ان الناس ما كانتش متوقع ان احنا ننافس في كاس الامم، وصل فاينل. بنوصل، انت بعد 7 سنين بتوصل فاينل، وانت اصلا ما كنتش بتتاهل لكاس امم افريقيا، بتوصل للفاينل وبعد كده بتوصل لكاس العالم، فدي نتائج ايجابيه اكيد، بغض النظر عن طريقه اللعب عامله ازاي. بنشوف فرق كتير جدا بتدافع بشكل جيد وبتلعب على كونتر اتاك. فده السيستم لعب. طب لما وصلنا كاس العالم، المباريات اللي لعبناها في النهائيات، مباراة أوروجواي، مباراة روسيا، مباراة السعودية، في ناس انزعجت من شكل أدائنا في المجموعة دي، لأن شافوا إن منتخب مصر بالمجموعة اللي موجودة بالأسماء اللي عنده حاليا كان ممكن يبقى عنده فرصة يعدي الدور الأول، أو على الأقل يخرج فائز بمباراة، إن معاه مجموعة مش أصعب مجموعة وفي منافسين ربما نتفوق عليهم في المجموعة. الناس خرجت زعلانة جدا بعد أدائنا وخروجنا بصفر من النقاط وإن إحنا نخسر 3 مباريات. رأيك إيه أو شايف آراء الناس دي إزاي؟ هو كان لازم يغير طريقه لعبه، يعني يمكن انت في فرق لما بتلعب في ادوار ان انت تاهلك لكاس العالم، انت محتاج بنات معينه، محتاج ان انت تكسب مباريات معينه، فده انت حققته، فخلاص ان انت وصلت لازم بقى تلعب كره هجوميه شويه، لكن الراجل فضل مستقر على السيستم الدفاعي. يعني شايف او متفق مع الاراء اللي بتقول ان كوبر اخطا فنيا في النهائيات نفسها؟ طبعا، اللي كان مهم جدا يغير سيستم لعبه ويدي حريه لبعض اللعيبه شويه، يطلع بالفرقه، يطلع بالفرقه، يغير سيستم اللعب، غير ان الديفنس والديفندرات بيبقوا قريبين من بعض، حتى في الحاله الهجوميه ما كانش بيطلع بشكل جيد، كان في فرق كبير جدا بين نص الملعب والفراوده، فده كنت لازم تغيره في كاس العالم، وخصوصا انت بتلعب فرقه من اكبر فرق اورجواي والسعوديه وروسيا صاحبة الارض والملعب والجمهور. اكيد كنت لازم تغير سيستم لعبك، وكانت الناس حتى لما هتتمتع بادائك خلاص احنا وصلنا كاس عالم، ما حدش طالبك. لا، والناس عايزاك تلعب كوره، يعني تجيب اجوان، يدخل مرماك اجوان، تكسب مباراه، تخسر مباراه، حتى لو خرجنا من الدور الاول بس يبقى شكلك كويس، بس يفتكروا منتخب مصر لعب كوره في النهائيات. طبعا كان شكلك لازم يبقى كويس، لان انت ما حدش هيطالبك ان انت تحقق كاس عالم او توصل حتى سيمي فاينل او توصل دور الثمانيه، لكن انت كان مهم جدا انت شكلك، كان لازم يبقى في ذكاء من الراجل في كده شويه، ان هو يعرف الشعب المصري بيفكر ازاي مع كل الانتقادات اللي كان بياخدها من قبل ما نتاهل، كان لازم يغير سيستم لعبه. لكن في المجمل بتشوف ان نتائجه وارقامه كمدير فني افضل من اجيري. نجاح طبعا، تجربته اكثر نجاحا من اجيري. طبعا طبعا. طيب كابتن حسام البدري، استدعاء 5 من المحترفين، طلبنا الاتحاد المصري طلب او بيتصل بالتنسيق مع الكابتن البدري عشان معسكر المنتخب اللي هيبدا في اكتوبر المقبل ان شاء الله. نجومنا المحترفين محمد صلاح، احمد حجازي، تريزيجيه، النني، واحمد حسن كوكا. وفي حديث دار مع اكثر من مدرب من اصحاب الخبرات المصريه في الفتره اللي فاتت، اتذكر منهم حديثي مع كابتن ربيع ياسين، قال يا جماعه لازم بقى معايير اختيارنا في الفتره الجايه تبقى مش محترف ومحلي، تبقى الافضل، يعني محترف قال زي محمد صلاح طبعا لازم يبقى في المنتخب، محترف متالق زي تريزيجيه او محمد صلاح لازم يبقوا في المنتخب، يعني دي امثله مش بقول هم دول بس، ممكن يبقى حجازي متالق وغيره، لكن بيقول مش كل محترف يستحق التواجد في المنتخب، لان كان في بعض التجارب فيها لاعب محترف بره مصر اقل من لاعب بيلعب في الدوري المصري. شايف الحدوته دي ازاي وتقييمها يبقى بشكل مظبوط ازاي؟ ما هو اكيد عشان انت تبقى في اعلى فورمه ليك انت لازم رجلك تبقى في الملعب. حتى محترف في اوروبا او بتلعب في الدوري المصري، انت بره في اوروبا اوكي ماشي بس ما بتلعبش، لكن انت في الدوري المصري عندك احتكاك، عندك فورمه مباريات على طول، بتلعب بصفه مستمره، اللاعب طول ما هو رجله في الملعب فهو بيزداد خبرات اكتر. فدي على ما اعتقد ان الكابتن حسام بدري هيبقى عنده من الذكاء في كده، ان الكابتن حسام بدري على طول عايز ينجح، عايز الاساليب والاداء اللي هي تنجحه. فاكيد انا مش هروح للاعيب ما بيلعبش حتى بره مصر او محترف
واجي ان هو مثلا محترف في النادي الفلاني او محترف في النادي ان هو انا بجيبه عشان يلعب، اكيد لا يعني ما اعتقدش يعني ان ده فكره كابتن حسام بدري. بتتفق مع الاراء اللي بتقول ما يبقاش اساس التقييم مين يروح المنتخب اذا كان محترف بره مصر ولا لا؟ لا خالص، المهم اداؤه في الملعب. المهم اداؤه في الملعب وفي اي نادي يعني، وخصوصا في الانديه اللي هي الكبيره اللي هي بتتحمل ضغوط، لان انت لو بتلعب كاس الامم او تصفيات كاس امم انت هيبقى في ضغط من الجماهير عليك، وخصوصا انت بنشوف على مدار سنين حوالي 7 أو 8 سنين بيغيب عنك الجماهير، فاكنك انت بلعب دوري اكنه مباراه وديه. فالضغط الجماهيري ده هل في لعيبه هتستحمله ولا مش هتستحمله؟ وخصوصا انت بتشوف لما المنتخب المصري بيلعب في استاد مثلا برج العرب في استاد القاهره بتشوف 70 أو 80 ألف متفرج، فهل اللعيب اللي انت هتجيبه هيقدر يستحمل الضغط ده؟ فانا شايف ان الكابتن حسام بدر عنده من الذكاء ان هو يقدر يجيب لعيب بيستحمل الضغط، يعرف يتعامل مع ال 25، يعرف عنده اختيارات بشكل جيد، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. من تعاملك وخبراتك في التعامل كلاعب محترف مع الكابتن حسام البدري كمدرب عام او مدير فني، ايه مميزات الكابتن حسام البدري اللي ممكن يعني يضيفها لمنتخب مصر؟ اكيد شغل الكابتن حسام بدري، اكيد شغل الكابتن حسام بدري مع مستر مانو والجوزيه اضاف له بشكل كبير جدا، واولهم خبرات طبعًا كبيره قوي. طبعا خبرات افريقيه، وخصوصا بتشوف الكابتن حسام بدري بيحقق بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، بيحقق انجازات وبطولات مع النادي الاهلي، استفاد بشكل كبير جدا انا شايف من مستر مانويل. وخصوصا لما بنتكلم عن كابتن حسام بدري فانت بتقول ان هو شخصيه قويه يقدر يكون ملم بكل الامور. في ناس كتير قوي بتقول ان دي من الحاجات اللي استفادها كمان من مانويل جوزي، فكره انه خد منه الصرامه والطابع الصارم جدا والقوي جدا في التعامل مع الفرقه اللي بيتولى تدريبها، وانه دايما شديد قوي كمدير فني مع اللاعبين، يعني مش متعسف لكن دايما مركز ودايما شادد فرقته ودايما جد مع اللاعبين، لدرجه الناس بتقول ان ده بيحصل بشكل مبالغ فيه احيانا من كابتن حسام. لا بس ممكن يكون وصل للناس كده، بس احنا مش عايز اقول اللاعب المصري، بس احنا على طول انت لازم تبقى محطوط تحت ضغط. لما بتدي شويه مساحه ان اللاعب ياخد راحته شويه بيتجاوز شويه اللاعب بيتجاوز شويه حتى بيخرج انت من التركيز شوية. هتلاقي كل الفرق المعسكرات الطويله بتفيد بترجع بالايجاب بتعمل نتائج كويسه. فهو عارف يتعامل بشكل جيد مع اللاعب المصري. يعني هنا كابتن احمد عادل بتقول ان اللاعب المصري انسب له وبيحقق نتائج واداء افضل وباكثر نجاحا مع المدير الفني او الاجهزه الفنيه اللي بتكون شديده شويه معاه، شديده شويه لانه تركيز طول الوقت وملزماه بتنفيذ تعليماته وتكليفاته كده اكتر من الاجهزه الفنيه اللي بتتسهل شويه مع اللاعب. بس في لعيبه لازم تتعامل معاها كده، وفي لعيبه هو لوحده هو مركز، هو بينام بدري، هو عارف عنده ماتش، عنده تمرين الصبح بدري. في لعيب تاني ممكن يبقى محتاج ده، محتاج ان انت توجهه صح. هو امكانياته عاليه جدا، وبنشوف لعيبه كتير جدا امكانياتها عاليه جدا، بس على المستوى الشخصي المسؤوليه هي مش موجوده عنده. وفي لعيبه من نوعيه وائل جمعه واحمد فتحي مركز اصلا طول الوقت، لا هو جد طول الوقت مركز، هو طول الوقت بيلعب على البطوله، هو طول الوقت مش عايز يقعد احتياطي، طول الوقت هو عنده دوافع متجدده. فهو ده اللي كابتن حسام بيشتغل عليه. لكن بص هو عايز اوضح لحضرتك حاجه، ان كابتن حسام بدري ممكن تقول شخصيه قويه فهو مثلا بيغلط او لا ما فيش الكلام ده، لا محدش قال ابدا بيتجاوز، لا في ناس ممكن تاخدها في جديته الشديده، انها هل هي دايما كانت في اطارها المظبوط والمناسب ولا بتبقى احيانا مبالغ فيها، ممكن يبقى لها تاثير سلبي على اللعيبه لو حطيتهم تحت ستريس اكتر من اللازم. انا بسالك يعني لان انا ما كنتش لاعب كره قدم، ما اتدربتش تحت قياده الكابتن حسام البدري. لا انا بتكلم على ناس واخده الكابتن حسام في الاتجاه ده، ان هو ممكن يكون مثلا اسلوبه او حاجه مع اللعيبه في تجاوز مع اللعيبه، ده مش موجود خالص. الكابتن حسام في الصالح العام، اللاعب اللي بيخرج عن نطاق معين، يمكن احنا في النادي الاهلي كنا كده، كابتن حسام في النادي حسام بدري في النادي الاهلي كنا اكنك ماشي على قضيب قطر، اللي عايز يخرج في تكليفات وفي تعليمات الكل لازم انت خلاص في اخر المحطه دي انا هحقق البطوله، اللي عايز ينزل من القطر هو ينزل، لكن انا ماشي في الاتجاه ده. فهو لما بيلاقيك بتخرج عن النطاق ده يا بيسيبك يا بيحطك تحت ستريس لو هو محتاجك، فلكن لو هو مش محتاجك فهو بيسيبك. لكن هو كابتن حسام دي شخصيته، دي شخصيه البطوله. يحب يبقى اللعيب ملتزم بتعليماته وتكليفاته ومركز، عامل نظام حياه في المعسكر زي ما هو عايز. يعني هو من المدربين اللي يعتبروا شخصيتهم شديده شويه، قويه ومسيطره على الفريق. المدرب ده هو اللي بينجح، المدرب هو الشخصيه دي هو اللي بينجح، هو اللي بيحقق البطوله، هو اللي بيحقق الانجاز. يمكن لما بتجيب مدرب ده طعم البطوله، فدي المقاومات دي عنده.
فعشان كده بقول لك هو من المدربين اللي في مصر كان اللي هو الانسب للمنتخب. وشايف انه اخذ ده من مانويل جوزيه، اكتسب الجانب ده في الشخصيه من خبراته كمدرب عام فتره طويله مع مانويل جوزيه، مع مستر مانويل مشاركه في تحقيق بطولات ونجاحات طبعا مع النادي الاهلي. طيب كابتن احمد، هنتكلم شويه عن الدوري الانجليزي الموسم ده، نجمنا الكبير محمد صلاح. في ناس بتقول ان هو وفريقه وجهازه الفني وجماهير ليفربول هيبقوا مركزين على البريمير ليج، على الدوري الانجليزي، بعد ما حققوا الشامبيونز ليج، بعد ما وصلوا مرتين للفاينل وحققوا البطوله في مره من المرتين، ان تركيزهم هيبقى على المنافسه مع مان سيتي او مع اي منافس اخر ممكن يظهر في الصوره في قمه الدوري الانجليزي. شايف الكلام ده ازاي؟ اكيد طبعا محمد صلاح على مدار 3 سنين ان هو بيبقى ثابت على المستوى ده، ده انجاز كبير جدا يحسب لمحمد صلاح، واللي بنتمنى له التوفيق. ممكن في بعض الفترات محمد صلاح ما يكونش في حالته، بس مهم جدا احنا كمصريين ندعمه بشكل جيد، لان حاجه نادره جدا ان محمد صلاح يكون في البوزيشن اللي هو ده فيه، ما حدش لعيب مصري قبل كده عملها، حقق النجاحات دي طبعا طبعا خالص. فمهم جدا احنا ندعمه، ومهم جدا ان احنا نبقى وراه. على المستوى ليفربول يورجن كلوب عارف يعني قادر يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد، مع كل اللعيبه زي ما بقول لحضرتك، عمليه الروتيشن دي موجوده عنده، لدرجه ان في ناس جماهير مصريه بتحب ليفربول وبتدعمه، سواء اصلا بيشجعوا ليفربول لما بيتابعوا الدوري الانجليزي من زمان او عشان محمد صلاح بقوا بيشجعوا بيتابعوا. طبعا انا واحد من انا واحد من الناس يعني. المباراه الاخيره لما كان ليفربول بيلعب نابولي، انا بشجع برشلونه، برشلونه بيلعب في نفس الوقت، انا اتفرجت على ليفربول عشان محمد صلاح، عشان محمد صلاح. فهو خد، انا بقول ان محمد صلاح خد مصر كلها في حته، حطينا في حته كده. في ناس بيقولوا بقى ان حاله ليفربول مرتبطه حاليا بنجاح يورجن كلوب وادارته للفريق، وانه وجوده مهم جدا، وان تغييره او انتقاله لنادي اخر في موسم قادم ممكن يربك حسابات ليفربول جدا. اكيد هياثر عليهم بشكل كبير. انت مدرب قاعد 3 سنين مع الفريق بيحقق الانجازات دي، بيبقى عارف كل طابع اللعيب عامل ازاي. ممكن بنشوف المشكله الاخيره ماني وصلاح، قدر ان هو يبقى يلم الموضوع في يومين او حاجه، بيرجع بتشوف الحكايه دي اللي الناس بتقولها ولا بتشوفها مبالغ فيها؟ لا لا خالص، فكره اصل هم ما بيلعبوش مع بعض، ما بيبصوش لبعض الكره في الملعب، ماني ما بيبصيش لصلاح، الكلام اللي الناس بتقوله طول الوقت ده بعد الماتشات. هل بتشوف ان دي مشهد حصل، غلطه حصلت مش مقصوده في ماتش، ولا بتشوف ده موجود متكرر في الملعب؟ اللي انا عايز اوضحه للناس ان الباص ده او الفكر في الباص ده جزء من الثانيه. يعني انت في التلفزيون او في الاعاده الناس بتقول بص اصل صلاح ما رفعش وشه عشان يباصي لماني، انت هنا بتوقف، لكن انا وانا معايا الكوره هي جزء من الثانيه، هو فكر. انا ممكن ما اكونش رفعت عيني فانا مش شايف ماني اصلا ان هو فاضي، فهي جزء من الثانيه. ومحمد صلاح ما اعتقدش ان شخصيته كده، والادرب كده يعني مننا احنا المدرب اللي بيتعامل معاه، ان هو ما يبقاش قصده، محمد صلاح مش قصده. طب ماني ده هي اتقالت عن ماني كمان في الاسابيع الاخيره طبعا، ماني كتير يعني، لدرجه واحد صديقي وطول عمره بنعتبره كمان بيفهم كوره كويس قوي يعني، اتكلم فيها وبيتابع فرق العالم كلها، بعد المباراه الاخيره لهم مش فاكر مع مين من الفرق قبل مباراه نابولي في دوري اوروبا، قال لي ماني ما باصاش تقريبا لصلاح 10 كور النهارده، قال لي كان في على الاقل 8 10 فرص رايحين هم على باك واحد او باكين والجون ما بيديلوش كور، قال لي فمش معقول كده يعني. كان بيتفرج على الماتش بعد الماتش كان زعلان جدا، وبيقول لي لا كده في حاجه لازم الجهاز الفني يتدخل فيها. بتشوف ان ده بس غيره على محمد صلاح، وان الناس عايزاه يحرز اهداف كتير وعايزه الدويتو يبقى ناجح، ولا ده بيحصل بين لاعبين في نفس الفريق ونجوم في نفس الفريق؟ بص هو ممكن يكون بيحصل في بعض الفترات، اللي هو انا في ايدي ان انا اجيب جول فمثلا بنسبه 50 60%، وان انا مثلا عملت باص صلاح مثلا يجيب جول، فهو بيرجح، هو ادرب بالموقف بتاعه، البوزيشن بتاعه احسن له يكمل ويحاول يجيب جول، احسن لي ان انا ممكن اجيب جول. فهو عنده يعني، انا بقول عند حته الفروت شويه لازم في حته انانيه، حته بتاعتي انا اللي زي اللي بصيط نفسي بيها. فهو محمد صلاح بيشتغل عليها شويه وماني بيشتغل عليها شويه، بس هل ده هياثر على التيم بشكل عام؟ هي دي المشكله، دي اللي بيعالجها مستر يورجن كلوب مع الفرقه، ان هو اكيد 100% ان هو بيجيبهم في التمرين وبيمرنهم على كده، بيمرنهم على كده وبيأهلهم نفسيا، ان هم ما يبقوش كده مع بعض، لان هو عايز صلاح يبقى كويس، عايز ماني يبقى كويس، عايز فيرمينيو يبقى كويس. فهو لازم الثلاثه دول هو مش عايز يخسرهم. ليفربول كان متفوق او سابق بحوالي 7 نقط في نص الدوري، نص المسابقه الموسم اللي فات، ومان سيتي خد منه البطوله. تتوقع ان تركيز ليفربول هيبقى اعلى، وانه هيحسم البطوله بتفوقه مبكرا، يعني بدأ
مان سيتي يفقد نقاط في الاسابيع الاولى من البطوله في اول مباريات، ليفربول مركز اكتر نتائجه افضل، ولا متوقع ان الدوري مشواره صعب وطويل فممكن برضو يحصل نفس السيناريو السنه اللي فاتت؟ انا اتوقع ان توتنهام برضو فريق جيد، طبعا في المنافسه تشيلسي مع لامبارد بيأدي بشكل جيد، بادئ برضو موسم كويس، بيأدي بشكل جيد، ممكن يكون بيخسر بس الاداء ده يطمنه في المباريات اللي بعد كده. ممكن النتائج مع تشيلسي مثلا مش ماشيه كويس دلوقتي، لكن مع الاداء الجيد هتلاقي النتائج هتتحسن، فدي منافسه شرسه مش مان سيتي بس ولا ليفربول، فهتلاقي الاربعه دول هم اللي زي ماشيين بخطه ثابته مع بعض، والمنافسه هتبقى شرسه بينهم هم الاربعه. مين الفرق اللي شايف انها دعمت صفوفها بافضل شكل في اوروبا السنه دي، واللي بتتوقع انهم يبقوا في السيمي فاينال في المربع الذهبي في الشامبيونز ليج؟ انا شايف بايرن ماشيين بشكل كويس في الدوري الالماني. هم برضو كانوا كده السنه اللي فاتت وخدوا الدوري، رغم ان بايرن رغم ان بروسيا دورتموند كان سابقهم وقدروا ياخدوا منه البطوله، لكن كانوا مش موفقين خالص في دوري اوروبا، ادائهم كان سيء جدا في دوري ابطال اوروبا. هل السنه دي ممكن يبقى افضل؟ اكيد، هو بايرن عنده شخصيه البطل، يعني بايرن ممكن نشوفه حتى في السيمي فاينال بس ما بيوصلش نهائيات، بس بتشوف برضه باريس سان جيرمان في غياب مبابي ونيمار بيكسب ريال مدريد بالاداء ده، لما يرجع مبابي ولما يرجع نيمار اكيد هتبقى في بطوله اوروبا، هتلاقي فيه اكتر من فرقه زي باريس زي بايرن هيبقوا في منافسه شرسه اكيد. الناس بتقول ان ريال مدريد تعاقداته اعتماده فقط على اضافه هازارد الموسم ده ما عملش الفرق مع ريال مدريد، وان رغم ان برشلونه ضم لاعب مميز جدا كمان جريزمان، لكن شايفين ان برشلونه ما عملش فرق كبير عن الموسم اللي فات، فممكن يبقى عنده مشكلات في الشامبيونز ليج برضه. اكيد هيبقى عنده مشكلات، لان انت بتتكلم في اقوى دوري، الدوري الانجليزي. انا مش شايف الدوري الاسباني هو اقوى من الدوري الانجليزي. عشان كده بنشوف ليفربول بيحقق دوري الابطال لما بيلعب بالليفربول وتوتنهام في الفاينل، ده يديك فاينل دوري الابطال، ده يديك مؤشر ان الدوري الانجليزي ده اقوى دوري في العالم. فدي حاجه طبعا اكيد الدوري الاقوى هتعاني اكيد طبعا من ليفربول، هتعاني من توتنهام، هتعاني من تشيلسي. في يوفنتوس مش ممكن يكون افضل السنه؟ يوفنتوس بعد رونالدو الموسم اللي فات والتعاقد معاه ضم اكتر من لاعب زي ديليخت من اياكس امستردام، يعني ضم عدد من اللاعبين اللي ظهروا بشكل كويس جدا في بطوله اوروبا السنه دي. تعتقد ان يوفنتوس ممكن يبقى قريب من السيمي فاينال او الفاينال في دوري اوروبا؟ لو نفسه طويل يوفنتوس، ما اعتقد نفسه مش هيبقى طويل، يمكن الفتره الاخيره بنشوف كريستيانو طبعا بيأدي بشكل جيد معاهم، فارق معاهم بشكل كبير جدا طبعا. وكان كريستيانو كمان ان هو يرحل عن ريال مدريد، وانا بشوف ان ده وقع ريال مدريد، ودي حاجه طبعا نادره جدا لما لعيب يمشي من فريق بحجم ريال مدريد ان الفرقه يبقى مستواها كده. يبقى كده طبعا مستحيل ان فريق يقف على لعيب، وده اللي فعلا حصل مع كريستيانو اول ما مشي من ريال مدريد. الفريق كان 50% طبعا قالوا ان هم هيعوضوا بهازارد، بس هازارد مش قادر يملى الفراغ اللي سابه كريستيانو، وفرق بشكل كبير جدا مع يوفنتوس ان هو بيحقق الدوري الايطالي، فشافت ان هو هيبقى منافس قوي للفرق الثانيه. خلينا نرجع معاك لنجوم منتخب مصر واللاعبين اللي ممكن تشوف انهم عندهم فرصه يبقوا في دايره الاختيارات، وممكن الكابتن البدري يفكر في ضمهم لمعسكر منتخب مصر والمباراه الوديه اللي ان شاء الله هيتم الاتفاق عليها في اكتوبر اللي جاي. في لاعبين كتير قوي كان في جدل على اختيارات اجيري قبل وبعد خروجنا من كاس الامم، وبعد انتهاء التعاقد او انهاء التعاقد مع اجيري في الفتره اللي فاتت بعد الاخفاق في كاس الامم، ناس كتير قوي كانت بتتكلم عن انه ما خدش افضل تشكيل، وان في لاعبين كتير قوي اتظلموا كانوا احق من اسماء موجوده في المنتخب وكانت مع اجيري في البطوله. مين اللي شايف انهم الفتره الجايه لازم يدخلوا في حسابات تجربهم على الاقل في المباريات الوديه مع منتخب مصر؟ شايف مثلا من نادي الزمالك بتتكلم في عبد الله جمعه ان هو اتظلم ان هو ما انضمش لمنتخب مصر. شايف من النادي الاهلي محمد هاني، انا شايف ان لازم برضو ياخد فرصه مع منتخب مصر الفتره اللي جايه. قفشه ماشي بشكل جيد مع النادي الاهلي، لسه في بقيه فرق هتلعب في الدوري، في اكيد لعيبه مميزه في الدوري ممتاز، وانا اعتقد ان الدوري ده هيبقى اقوى من الدوري بتاع السيزون اللي فات. تدعيم الفرق وخصوصا الجونه بيدعم بشكل جيد، ومع انه خسر اول مباراه امام الاسماعيلي، لكنه شايف ان هو يمشي بشكل جيد، عنده لعيبه من الخبرات قدر يعمل صفقات من النادي الاهلي، فده بيدي قوه وافضليه، وده بيوسع مساحه القاعده للكابتن حسام بدري ان هو في اختيار اللعيبه، ده اللي كنا بنشوفه في 2006 و2008 و2010. تتوقع منافسه كلاسيكيه في الدوري المصري السنه دي، وان الامر يبقى مستقر على ان الدوري منافسه بين الاهلي والزمالك في النهايه، ولا في حد تاني قريب انه يدخل معاهم في الحسابات؟
انا شايف الاسماعيلي ماشي بشكل كويس في بطوله افريقيه او في الدوري الممتاز. شايف بيراميدز برضو ماشي بشكل جيد. ما بقول لحضرتك لما كل يعني كتر المنافسه مع الفرق، اما خمس او ست فرق بيبقوا موجودين في منافسه شرسه، ده بيصب كله في مصلحه منتخب مصر. قاعده الاختيارات بالنسبه للكابتن حسام هتبقى اوسع شويه، ان هو يختار اللعيبه تقدر تتحمل الضغوط، اللعيبه بتلعب فريق بيلعب على البطوله، فانا محتاج اللعيب ده. فانا شايف ان ده هيبقى مسهل لكابتن حسام بدري عمليه الاختيار. يعني متوقع نبقى منتخب مصر مجدد في الفتره الجايه، او في اسماء كثيره تضاف لمجموعه النجوم الموجوده في المنتخب؟ اكيد كابتن حسام هيحافظ على القوام الاساسي بتاع المنتخب. في نجوم ما فيش خلاف عليهم، يعني محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي، في مجموعه الكل متوقع انها امكانياتها ونجاحاتها تفرض انها تبقى في المنتخب في الفتره دي، لكن انه ممكن يبقى في وشوش جديده موجوده معاهم في الفتره دي. اكيد، ما كابتن شخصيه كابتن حسام كده، هو عايز ناس عندها دوافع جديده، لعيبه عندها دوافع جديده يقدر يحط فيهم الدوافع دي، وخصوصا لما بيشوف ان اللعيب ده عنده شخصيه البطوله، فاكيد هيضمه وهيحط فيه الدوافع دي. مطلوب طبعا مع بعد الفتره الاخيره واداء المنتخب ان حوالي 6 أو 7 لعيبه لازم يتغيروا من منتخب مصر ويبقى فيه وجوه جديده ان شاء الله. بطولة افريقيا، الاهلي فين من تحقيق بطولة افريقيا؟ ده الهدف الاكبر او الهدف المحطوط فيه قمة اولويات النادي الاهلي، مجلس ادارة ولجنة تطوير كورة وجماهير واعضاء، واعتقد عند الفريق والجهاز الفني. شايف فرص الاهلي ازاي، وايه العيوب اللي كانت موجودة في الاداء في النسختين او الثلاثة اللي شاركنا فيهم ولم نحقق البطولة في الفترة اللي فاتت، رغم وصولنا في اكتر من نسخة من البطولات السابقة للفاينل، والبطولة اللي فاتت طبعا خرجنا منها بشكل طبعا كان غير مقبول على الاطلاق. اكيد خلينا نتفق ان سقف طموح جماهير النادي الاهلي هو بطوله افريقيا، وخصوصا ان احنا قبل كده لما رحنا كاس عالم الانديه ثلاث مرات، فده رفع سقف طموح جماهير النادي الاهلي. الدوافع دي عند مجلس اداره النادي الاهلي اكيد، وبيشتغل عليها بشكل كويس. مطالب برضو ان هي تبقى موجوده عند اللعيبه، اللعيبه لازم بتلعب بروح البطوله اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، ان انا لازم احقق دوري الابطال ارضاء للجماهير بتاعتي. بعد وقفتهم بعد مباراه سان داونز اللي خسرنا فيها 5، انا كنت موجود في الاستاد في مباراه العوده، ما حدش كان متخيل المنظر الجماهيري ان كل ده هيبقى موجود. بتتكلم في حوالي 50 أو 60 ألف متفرج، وخصوصا انت خسران 5 بره ملعبك، وان انت وان الامر كان تقريبا محسوم، يعني فرص العوده كانت قليله جدا بعد السكور في الماتش الاولاني. اكيد، لكن الاهلي حاول ولعب، ويعني اخر الامر شويه، كان في اخطاء من الحكم في المباراه يعني، بس في النهايه مع كل ده بتقول ان كان في دعم كبير جدا من الجمهور للفريق. دعم كبير جدا، وان انت بعد ما بتخرج من البطوله الجماهير بتسقف لك، فده بيحط مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه بتاعه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني النادي الاهلي. ومهم جدا على مستر فايلر ان هو يبقى عنده الخلفيه دي، او هو ده النادي الاهلي، او هو ده تيشيرت النادي الاهلي، او هي دي قمه النادي الاهلي، او هي دي جماهير النادي الاهلي. تحت اي ظروف الجماهير بتساند، تحت اي ظروف المجلس الاداره بيساند، لكن مهم جدا المسؤوليه دي تبقى عند اللعيبه وعند الجهاز لتحقيق البطوله اللي هي المفضله والمحببه للنادي الاهلي ودوري الابطال. كابتن احمد، الاسماء اللي موجوده حاليا، الصفقات الجديده مع النجوم اللي موجودين من قبل الصفقات دي، هل هي كافيه عشان تدار بشكل جيد ولتحقيق اللقب الافريقي ونجاحات الاهلي اللي بيتمنى العوده لها عالميا بالمشاركه والتالق في كاس العالم للانديه، ولا شايف انه مع كل الصفقات دي محتاجين في بعض المراكز او في مركز واحد اسم او اكتر؟ لا، انا شايف لو في تدعيم هيبقى في خط الدفاع، وخصوصا بيبقى في اصابات كتير جدا مع المباريات، لكن انا شايف بقيه الخطوط كله على قلب رجل واحد. الناس اللعيبه شغاله بشكل جيد، من افضل اللعيبه في مصر، مش شايف حد تاني ان هو يبقى موجود مع اللعيبه دي جوه الفريق. صفقات اكيد اضافه للنادي الاهلي الفتره الاخيره. في ناس بتطالب او بنسمع اراء الجماهير ان الفريق بقى مكتمل، قوته والعناصر الموجوده فيه مميزه جدا، بس ناقصه فرود من النوع اللي هو الفراوده اللي كنا بنشوفها زمان، اللي هي الربع فرصه جول، خطاف اجوان، مش اللاعب اللي بيمسك كوره كتير، لان دول عددهم كبير جدا في الاهلي، اللاعبين الموهوبين اللي عندهم قدره دور البلاي ميكر او انه مراوغه والكنترول على الكوره في الملعب. عايزين لعيب الربع فرصه، عايزين نشوف متعب تاني. هل تفتكر ان دي صفقه ممكن تبقى اضافه للنجوم الموجودين، ولا شايف ان خلاص الاهلي قوته هجوميا كافيه دلوقتي؟ قوته هجوميا مع الطريقه الحديثه، يمكن الطريقه الحديثه دلوقتي بنشوف اي فرود هو محطه اكتر من ان هو بيجيب جوان، هو محطه للناس اللي تحته، وخصوصا بتشوف ان كل اللعيبه على 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 مستوى العالم، اللعيب الطرف الملعب او اللي تحت الفرد هو اللي بيجيب الجون، مش الفرود الصريح هو اللي بيجيب جون. فهي طريقه اللعب الحديثه كده، وخصوصا لما بتشوف اجاي مش فرود، لما هو اصلا بيلعب تحت الفراود،
فهو عنده الملكه ان هو لما على خط 18 او جوه 18 بيتصرف في الكره ازاي. فالطريقه الحديثه في اللعب ان كل اللعيبه اللي جايه من تحت طرف الملعب يمين او شمال او اللي تحت الفرد هو اللي بيوصل لجون وهو بيعمل التكمله مع الفيرود. حتى لما بتعدي الفيرود هو اللي بيقدر ان هو يكمل زي حسين الشحات كده ورمضان صبحي وقفشه في الثلث الامامي. قليل جدا لما لكن انت محتاج في فريق النادي الاهلي فيرود محطه ان هو يبقى محطه للناس اللي جايه من تحت بيتحرك بشكل كويس. لا ما هو بالمنطق ده يبقى هيبقى كافي الاعتماد على مروان وصلاح وازارو في الفتره الجايه. يعني ده ممكن انا شايف ما عندكش الناس كانت بتقول انها هل يضيف للاهلي ولا لا، ده في جدل عليه بين بعض الجماهير اللي بتتابع الفريق وبتتمنى تشوف افضل شكل، يعني انه يبقى في فرود من النوع اللي هو بيجيب اجوان كتير زي فلافيو. انا شايف صلاح محسن في احسن حالته يعني ممكن هو اللي يلعب الدور ده. يا ريت يعني يا ريت صلاح، ده انا كنت متوقعه في مباراه الزمالك، بس الراجل اكيد له رؤيه فنيه ان صلاح يبقى ليه دور، وخصوصا بيأدي بشكل جيد مع منتخب الاولمبي وبيأدي بشكل جيد في مباراه افريقيا وجايب جون. فمهم ان انت تديله المعنويات دي او تديله الحافز ده ان هو يبقى موجود في التيم، ان الثقه ما تروحش منه وتقدر تستغله في الوقت المناسب، او تجهيز ازارو وانه الجهاز الفني يشتغل معاه فنيا بالشكل اللي يرجعه لاداؤه في الموسم مش اللي فات، اللي قبله اللي كان فيه هداف الدوري وكان اهدافه كتيره جدا. هو ازارو الواضح ان هو عايز شغل تخصصي شويه على الجون، على الانفرادات، على ان هو ازاي يقدر يجيب جون. اكيد شوف فلافيو قعد موسم كامل ما بيقدرش يحرز اهداف، وبعد كده بياخد تاني سيزون بياخد هداف الدوري. ففرق وليد ازارو طبعا من الفراوده اللي هي مفيده جدا للنادي الاهلي، بس يشتغلوا معاه شغل فردي فهو هيفرق كتير جدا، وخصوصا انت لما يبقى عندك وليد ازارو ومروان عندك بدائل وصلاح يعني اكتر من لاعب، بس لو تجهزه فنيا بشكل صح وتعالجت اي اخطاء او عيوب موجوده في اداء اي واحد منهم دي اكيد يبقى اداؤه متكامل كلاعب، سواء بقى كان محطه بيستلم بيكمل بيلعب دور لتسليم اللاعب اللي جاي من الوسط المهاجم، او انه بيبقى وشه للمرمى ويهدف. يعني كل الحاجات دي اللي في فرق اشتغلت عليها في العالم، فان باستن كان في يوم الايام بيدرب التدريبات دي. اكيد لازم الشغل التخصصي دي حاجه بتاعت المدير الفني او الجهاز المعاون، ان هو مثلا بعد التمرين بيعمل شغل تخصصي، اي حاجه ناقصه عنده بيحاول ان هو يكملها له. انا شايف ان دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه لوليد ازارو، ان هو بيشتغل على الجون ازاي في حاله الانفرادات او في اضاعه الاهداف، فدي تقدر تتعالج مع التمارين اكيد يعني. ايه تاني اللي بتتمنى تشوفه الموسم ده في الدوري المصري ما كانش موجود الموسم اللي فات؟ هل منافسه، ظهور لفرق اكتر، ضبط للمسابقه تنظيميا افضل، ايه اللي بتتمنى تشوفه كان مفتقدينه او بنشكو منه في الموسم اللي فات في الدوري؟ اكيد نفسنا على مدار سنين بصراحه ان احنا نشوف بطوله منظمه، بطوله منظمه من اول يوم لحد اخر يوم، مواعيد محدده، مش كل فريق هيطالب ان انا اجل مباراتي فبمزاجه هياجل المباراه، او هيحصل على اتحاد الكره ضغط او لجنه المسابقات ضغط من ايا كان فريق مين. مهم جدا زي ما بنشوف على مستوى العالم الجدول بينزل من اول يوم لحد فرق مشتركه في 5 أو 6 بطولات، وتبقى الجدول بتاعها منظم لحد اخر السيزون. نتمنى ان هو يبقى دوري منظم، اتمنى ان اشوف اكتر من فريق منافس للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونشوف بيراميدز، اتمنى تبقى منافسه قويه. ده زي ما قلت لحضرتك هيرجع بالايجاب طبعا للمنتخب المصري اكيد. ايه تاثير من وجهه نظرك الحدوته الخاصه بان فرق خدت قرار باحقيتها او حكم باحقيتها في عدم الهبوط وانها موجوده في الدوري مع صعود فرق، فعدد فرق الدوري زادت، شايف ده تاثيره على المسابقه ايه؟ ده حاجه كويسه ولا سلبيه؟ لا حاجه سلبيه طبعا، مفيش نادي بيبقى ليه قرار يعني، مفيش نادي بيبقى ليه قرار. انت كمسؤول كاتحاد الكوره او كمسؤول عن الرياضه بشكل عام، انت لازم تتعامل مع الامور دي بشكل صارم، انت اللي صاحب القرار. وخصوصا ان احنا للاسف يعني احنا بنعاني من حته ان صاحب القرار ده مش موجود، محدش بياخد قرار معين في حاجه معينه سواء صح او غلط، لازم تاخد قرار وانت تبقى مسؤول عنه. لكن احنا بنشوف زي حتى التولي الكابتن حسام بدري الاداره الفنيه لمنتخب مصر اتاخر بشكل كبير، كان لازم حد ياخد قرار كده من الاول. لكن المهم جدا ان انت يبقى عندك حد صاحب قرار يبقى قد القرار اللي هو بياخده وعلى مسؤوليته طبعا. مين افضل اللاعبين اللي بيلفتوا نظرك حاليا في الدوري المصري سواء في الاهلي او في اي نادي اخر في مركز الباك رايت؟ أنا لو في لاعب من خارج الاهلي بتتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي في المركز ده؟ رجب بكار بيأدي بشكل جيد مع بيراميدز،
هاني طبعا انا بحب اتفرج على محمد هاني جدا. واضح من كلامك ان ستايل هاني كلاعب بيقنعك جدا يعني، بتحب ادائه في الملعب؟ بحب ادائه، لعيب حتى ملتزم على المستوى الشخصي ملتزم جدا، وده بيبان على ادائه في الملعب. لا هي هادي. كمان له ستايل يعني، كورته شكلها حلو في الملعب، كورته حلوه، الباص وشكل الجاريه بالكوره والاوفر والدفاع يعني، له عنده كنترول كويس كمان على الكوره. لا هاني يعني من احسن، انا بشوفه من احسن الباكات رايت اللي في مصر. وسنت كنا بنعاني بقالنا فتره كبيره جدا على حته اليمين او الشمال، حتى عامه الطرفين الملعب دول ما كانوش موجودين الفتره الاخيره. هاني مبسوط بادائه جدا، رجب بكار في بيراميدز بيأدي بشكل جيد، فدول لفتوا النظر يعني. بتتمنى تشوف معلول بالشكل الحالي تألقه كباك ليفت وبيهاجم طول الوقت، اللي هو بيقولوا الباك ده طاير طول الوقت في الملعب يعني، ولا بتتمنى، في ناس كانت بتتمنى تشوف احيانا وراه في الملعب ايمن اشرف عشان يأمن المكان ده، وعلي معلول يكمل طول الوقت ما يبقاش قلقان، لانه بيقولوا ان انطلاقه وتألقه هجوميا كان بيسيب في الفتره اللي فاتت ثغرات في المكان ده. اكيد اتمنى ان مستر فايلر يعرف كده، او انا عندي تخوف ان هو يحجم علي معلول شويه في الحاله الدفاعيه. لكن علي معلول الايجاب بتاعه ان هو بيطلع بيقدر يعمل كروس كويس، مفتاح لعب جيد، قوته في الهجوم مفتاح لعب جيد لفريق بحجم النادي الاهلي، وخصوصا بيلعب قدامه اجاي او اي حد بيلعب كوره، لعيب كوره رمضان لما بيلعب قدامه بيعملوا جابها بشكل جيد. اتمنى ان مستر فايلر يديله الحريه دي شويه، حتى لو هيلعب فعلا ايمن اشرف، بس دي برده هيرجع لطريقه اللعب اللي بيلعب بيها او سيستم اللعب اللي هو بيلعب بيه. لكن مهم جدا ان هو يعرف عن علي معلول ان هو مفتاح لعبه مهم للنادي الاهلي في الحاله الهجوميه، حتى لو انت هتامنه بدفندر او هتامنه بسيرد باك مثلا يمين ناحيته شويه زي ايمن، لكن مهم جدا ان هو علي خطورته في الثلث الامامي ومفتاح لعبه مهم، فانت ما تخسرهوش ان انت بتفضل بخليه دافع. شايفه مش الباك اللي هو يفضل موجود في منطقه الدفاع او ما يعديش نص الملعب. لا علي خطورته كلها في الثلث الامامي ومفتاح لعبه مهم، حتى لما بيتحط يعني النادي الاهلي كتاب مفتوح لفرق كتير جدا، لكن اكيد بيبقوا عايزين يقفلوا على علي شويه، لكن هو بيقدر ان هو يتحرر من الموضوع ده، بيقدر يعمل كروس، بيقدر يعمل كره لتحت لاي حد جاي من تحت، بيقدر يجيب اهداف مع الفريق زي المباريات الاخيره. فمفتاح لعب اكيد مهم للنادي الاهلي. كابتن احمد، اخيرا عايز تقول ايه لزمايلك مع انطلاقه الموسم ده، سواء كنا بنتكلم بعد الاحتفال بالفوز على الزمالك في كاس السوبر المصري وتحقيق اللقب، انطلاقتنا في استكمال مشوارنا الافريقي، وعايز تقول لهم ايه عن الدوري اللي هيبدا الاهلي خلال ساعات مشواره بلقائه الاول في الدوري مع سوبر. اكيد بقول لهم طبعا مبروك عليكم عوده الروح، روح البطل، روح الفانيلا اللي تبقى المفروض تبقى موجوده عندكم. اتمنى ان مباراه السوبر تبقى دافع ليكم المباريات اللي جايه، اولهم مع سموحه. تحقيق المكسب ده انتم مطالبين بيه، ده ما يحطكش تحت ضغط، ده دي مسؤوليه عليك انت كلاعب، لازم يبقى عندك المسؤوليه والشخصيه، انت بتدافع عن اسم كبير، ودي انا شايف ان روح البطل او شخصيه البطل بقت متوفره في الفرقه، وبتمنى لهم طبعا احراز البطوله. انا عارف ان الجهاز الفني او فكر الجهاز الفني او فكر الاداره بياخد كل بطوله بيركز معاها بشكل منفصل، بيركز معاها، فاكيد خلاص احرزوا كاس سوبر، بطوله ثانيه بطوله الدوري ان شاء الله يبقوا مركزين فيها ويقدروا يحرزوها ان شاء الله مره ثانيه على التوالي. بطوله افريقيا، البطولة محببة طبعا لكلنا كمحبين نادي الاهلي، وكاس العالم للانديه وحشنا طبعا ان احنا نروح تاني، فلازم الحافز ده يبقى عند اللعيبه، الطموح ده يبقى عند اللعيبه، انت مهم جدا ترجع ان الجماهير تثق فيك تاني، ان انت تقدر تحقق البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي، وانا واثق مليون في الميه ان هيلاقوا المسانده الكامله من جماهير النادي الاهلي، اللي بتمنى لهم ان شاء الله يساندوا الفريق في اي ظروف بيمروا بيها اكيد ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد عادل لاعب النادي الاهلي السابق، اولا اسعدتنا جدا بوجودك معنا النهارده، وبتمنى لك مره ثانيه ان نسمع قريبا عن نجاحات بتحققها في تجربتك مع النادي الجديد اللي بدات بانشائه، وانه نسمع عن نشاطه بيزيد وبيتوسع في مصر في المجال الرياضي او مجال كره القدم او اللعبات الفرديه زي ما قلت لنا في بدايه هذا الحوار، وسعداء جدا بوجودك معانا النهارده على شاشه قناه الاهلي. انا كنت سعيد ان انا موجود معاك النهارده، ودايما موفق دايما ان شاء الله، وتوفيق لك ان شاء الله. اشكرك جدا. بشكر كابتن احمد عادل لاعب النادي الاهلي السابق، وبشكر حضراتكم على المتابعه. نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، شكرا لحضراتكم والى اللقاء.